طلعي كيف نايمين. وطي صوتك. نايمين بعمق وما بيقدروا يسمعوا شيء. فانجيفان وطي صوتك بلا ما يفيقوا. ما بيفيقوا، سكرانين ونايمين، ما راح يسمعوا شيء. طلعوا بيعرفوا كل شيء ومنتبهين. ما توقعت هيك. جي يانج يانج قلد أبوه اليوم بالمسبح، وهذا قلدني، حطوا بطونهم مقابيل بعض. نحن لساتنا مفكرين إنه هنن ولاد صغار، بس بالحقيقة هن مو هيك أبدا. هنن صاروا بالغين وكبار وبيعرفوا كل شيء وأكتر مننا. لازم نعاملهم كبالغين، ما هيك؟ امشي. طيب تعي. بعد اللي صار اليوم المساء تأكدت إني بحبك وبحب ابننا كتير. أيقنت إنه الحياة هشة وقصيرة كتير وما لها مستاهلة الزعل. رح صير دللكن كتير ورح أصير دير بالي عليكن أكتر من قبل، وما عاد عصب عليك وعلى فان أبدا، لأنه هذا الشي مو منيح لا لابننا ولا حتى للير. رحبكن وارعاكن لآخر عمري. الحب والسلام والتناغم هن أهم شروط سعادة العيلة والإحساس بالراحة. ليك يا حبيبتي، في عائلات كتيرة تفقد هاي الراحة، ونحن عايشين بسلام وراحة وعايشين بأمان. وإذا نحن بقينا عايشين هيك ما بنفترق ولا بنتخلى عن بعض ولو شو ما صار. أنا في عندي فكرة منيحة. شو هي؟ شو رأيك نشرب أنا وياكي؟ إني شربوا اليوم وسكروا، فخلينا نسكر كمان. ماشي. لك رح روح جيب. رح روح معك. أول ما وصلنا فاتت نامت. ماشي، رح خبرك إذا صار أي شيء، لا تقلق. ماشي. فهمت عليك. ماما. فيقتك مو هيك؟ انتي منيحة؟ حاسة بأي تعب؟ رجعي نامي لك. اذا ما نمتي راسك رح يصير وجعك كتير. يلا ماما. نامي. انا فكرت انك ما عاد رح تهتمي فيني لحد ما تفقدت موبايلي وشفت انك متصلة فيني كتير. حبيبة قلبي، الشي اللي فكرتي فيه مو صح أبداً. اسمعيني، أنا بحبك كتير ومستحيل أني بطل أهتم فيكي ولو شو ما صار. من أول لحظة سمعت فيها دقات قلبك وأنتي ببطني عرفت بلحظتها شو معنى الحب والأمومة. أنت خليتيني أكون أم ونورتي حياتي وخليتيني أحبها، ولهالسبب مستحيل بعد عنك. فهمتي علي؟
يلا لكن هلأ ارجعي نامي. نامي. شو نام ابنه؟ ليوجين؟ أنا آسف. على شو آسف؟ أنت ما عملت لي شيء. اسمعيني ليوجين، ابننا اليوم علمني درس كبير. عرفت إنه بالسنين اللي مضت ما اهتميت فيكي ولا حتى اهتميت بابننا منيح. أنا آسف. ليك جي، لا بقى تحكي هالحكي. نحن تزوجنا من سنين وبعرفك وبفهمك من لما كنت شاب، وأنت مثالي وحنون وبتخاف على اللي حواليك وبتتمنى تعيشني عيشة سعيدة، حتى بتتمنى الخير والسعادة لكل الناس، ولهيك أنا فخورة فيك ومستحيل أزعل منك. شكرا لك. ليش فقتي بكير؟
لازم تنامي أكثر وترتاحي. الجو بارد لهيك طلعت لك شوية تياب شتوية. لسه بكير على لبس هيك تياب. ايه صح، بس نحن ساكنين بالأرضي والبيت بارد كتير وما في تدفئة هلأ، فلازم اتقي اللبس. انتي بتخافي كتير، نحن لسه بتشرين التاني، إذا لبستهم هلأ شو بدي ألبس بالشتاء؟ من سنين ما قضينا الشتوية ببكين، يعني سهل تاخد برد بأول شهر تشرين الثاني. مزبوط كلامي؟ من كم يوم ضحكتي علي لما لبست بنطلون طويل، فشو اللي صار معك لحتى اليوم غيرتي رأيك؟ ما بدي اياك تبرد وتحس بتعب. مسيك البيس هاد لما تروح على الشغل. ايه؟ رح حضر الفطور. ماشي. كتير أبنية حوالينا صار فيها تدفئة بهاي الفترة. لا، شركة إدارة الملكية تبعكم لازم تتصل بشركة التدفئة. يعني بتعرفوا في كتير طلاب بالثالث السنوي عايشين هون بهذا الحي والطقس هلأ عم يبرد، وإذا هالطلاب انصابوا بالبرد كيف رح يقدموا امتحانات؟ وبالحقيقة هاي الامتحانات ما بقي لها وقت كتير. شو قصدك؟ اسمعني لقلك، إذا ما شغلت التدفئة بهاي الفترة رح أقدم شكوى للخدمات وما رح أسكت عن هذا الشيء بنوب. طيب ماشي. باي. يا ربي. يانغزي فقتي؟ لا مو معقول لساتك بتتخذ؟ يلا قومي. أنا طلعت لك تياب سميكة لأنه لاحظت إنه الجو كتير بارد اليوم. اسمعي رح حطهم هون لا تنسيهم. إيه؟ يلا قومي لشوف. يلا قومي قومي. ما كان لازم تشربي صح؟ لأنه المشروب بيضرك. لك كيف حالتك هلأ؟ لساتك صغيرة، بس تكبري بتبقي بتشربي. أنا لهلأ ما عم صدق إنك شربتي وسكرتي. أنتي بنت عاقلة وما كان لازم تشربي، صح؟ يلا قومي، عملتلك فطور كتير طيب، رح يعجبك. عن جد؟ أنتي طبخك كتير طيب، أصابع عجينة مقلية وحليب ما؟ أنتي جاي عبالك تاكلي هاي الأكلة؟ لا ماما، أنا كنت عم بسأل مو أكتر. بقدر جيب لك أصابع عجينة مقلية وحليب؟ ما بدي ماما، خلص باكل اللي طبختي لي. الوجبة اللي بتطبخيها مغذية. في معي وقت، رح أنزل أشتري لك إياهن وأرجع. أنت قومي غسلي وشك لبين ما أجي. ماشي ماما، صدقيني بحب أكل. عادي عادي، لا تفكري إني انزعجت منك. باكل اللي طبختي لي، لا تشتري شي. خلاص ما رح طول عليكي. إيه ماما 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 ماما، أنا ما كان قصدي. ماما أنا بدي إصبعي. إيه تكرمي. مدام سونغ شو أخبارك؟ عم تشتري فطور كمان؟ إيه صح، من زمان ما شفتك، كنتي مشغولة مو؟ جاية تشتري فطور؟ إيه وإنت بدك تشتري؟ إيه كتير منيح. كتير طيب. تفضلي صحة وهنا. بدي إصبعين عجينة مقلية. طيب مع تكرمي. مع زبدية حليب. مرحبا، أنا بدي ثلاثة لو سمحت. إيه تكرم عينك. زبدية حليب. يسلموني. إذا سمحت، هذا الزيت أنت كل قديش بتغيره؟ بغيره تقريباً كل يوم أو يومين، ما تاكلي هم، هاد نبات. طيب شو نوعه هذا الزيت؟
كم اصبع بدك انت؟ رح اقول لك، بس بالاول قلي من وين بتشتري هذا الزيت؟ اذا شاك انه هالزيت ما نضيف فما تشتري، في وراك ناس عم تستنى. بعتذر، انا عم بشتري اصابع العجينه المقليه لبنتي الصغيره، ولازم اسال عن الزيت، خايفه يصيبها اسهال او شي مرض مثلا. مزبوط كلام. انا لي سنين عم بيع هذا الاكل، ما سمعت انه في حدا مرض. المرض بيظهر بشكل تدريجي، لانه يعني الاعراض تبعه ما بتظهر خلال ساعه او ساعتين. ليكي بدك تشتري ولا لا؟ لا ما بدي. بسرعه شوي، صار وقت الدوام، بدي اصبعين عجينه. تكره. لا خلص انا ما عاد بدي. وزبديه حليب سخنه. ماشي. ماما انت رجعتي؟ ايه انا رجعت. جبتي الاصابع؟ انا اسفه كثير لانه ما اشتريت اي شيء. ما في مشكله، بقدر اكل من اللي طبختي لي اياه. ما اشتريت لك لأنه شفت إنه الأكل مو صحي أبداً. والأفضل تاكلي من اللي أنا طبخته. موافقة. يعني هذا صحي صح؟ صح. إيه تمام. قيمته الغذائية عالية وصحي كتير، مزبوط؟ إيه صح كلامك. تمام يلا لك فوتي. خليني ساعدك. لا 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 أنت قاعدي جوا. لا يلا. ماما عن جد أنا حابة ساعدك. روحي. ما بدي. طيب ماشي، هنن هون، بس لا تحرقي إيديكي. واو لفطور بشهي. هذا مو كتير سخن، وهذا كمان. يلا خديهم قدامي لجوا. ماشي يلا. يلا لشوف. عدي كلي. ايه بلشي بهاد. حاضر. لا هاد خليه على جنب، لسه في كتير اكل. لازم اكل اكلي اللي بتطبخيه لانه طيب ومغذي وافضل من اكل السوق بكتير. شوربة اللحم؟ وهي كمان. شو هاي الأكلة؟ خيار البحر. خيار البحر بنكهة البصل. المرة الماضية قلتي إنه ريحته بشعة كتير ومقرفة، ولهيك عملته بطريقة مختلفة كتير هلأ. صبح بكير فكرت فيه وقررت أطبخه. ما في ريحة بالمرة. عن جد؟ يلا دوقي قديش طيب. ايه. أوه ريحته طيبة. يلا شكرا دوقي. ماما. شو رأيك؟ استني ماما. طيب؟ بشهي. ينجزي أنا أسفة لأنه ما اشتريت لك أصابع العجينة المقلية، بعرف أنك كتير بتحبيها، بس وقت نزلت لتحت لأشتريهم ما كان واضح كم مرة مستخدم الزيت ومن كم يوم مغيره، فهمتي علي؟ فهمت. وسألته ما قال لي منين جايب الزيت النباتي. طيب بلكي كان هاد زيت تجميع. أمي قرفتيني من زيت التجميع. عن جد؟ ايه. هالأكل مو صحي أبدا وما بيفيدك. لكي ينجزي بعتقد ما لازم تاكلي من أكل السوق بالمرة. صح كلامك، ما لازم أكل من أكل السوق أبدا. الفطور يلي بتعملي لي إياه طيب كتير ومنوع ومغذي ومفيد للجسم والعقل. خلص بعدك ما عاد أكل أصابع عجينة مقلية أبدا نهائيا. نوب. شطورة. كنت حابة اليوم أفطر معك، بس في تدريب للمدرسين بشركتي وراح يبلش بعد شوي، وأنا اللي نظمت واللي راح درب، فلازم روح أحضر كل شيء من بكير مشان ما أنضغط. والفطور؟ ما في عندي وقت. طيب كلي لقمتين لا تروحي. لازم أمشي مشان ما أتأخر. كل خيار البحر. إيه؟ يلا قربي. إيه؟ قربي. هاتي. صحتين كليهم كلهم. إيه؟ ينجزي شبك؟ استفرغتي؟ لشو استفرغتي؟ شو في ينجزي؟ معتك عم توجعك؟ طعمة الخيار ما لطيفة؟ استني استني اشربي مي. يلا خدي حبيبتي. ما حبيتي الفطور مو هيك؟ ما عجبك بالمرة؟ لا لا مو هيك، بس يمكن ماتي قلبت من الكحول يلي شربته امبارح. إيه لا عاد تشربي كحول أبداً. أبداً. ماشي؟ ولا حتى شفة صغيرة؟ ما عاد أشرب. طيب بدك أعمل لك شي تشربي؟ لا أنت لازم تروحي على الشغل يلا بلا ما تتأخري على دوامك. بدي أتركك هيك؟ ما في مشكلة، خليني أعمل لك ما مي في بالعصر. داعي، بقدر أعمل لحالي لا تخافي علي. أنا أكيد منيحة. أنت منيحة؟ إيه منيحة. طيب منيح، بتعرفي وين العسل؟ إيه إيه طيب. انتبهي على حالك. يلا منيح. ساوي واشربي. ماشي أنا رايحة. إيه ولا يهمك. إيه إيه أنا رح روح. تحسنتي؟ إيه تحسنت. باي.
يانغ يانغ، فقت حبيبي؟ يلا تعا افطر. ماما، ليش متقلي لبس؟ صار برد وانت لازم تتقل بلبسك، بهاد الجاكيت ما رح تدفى. مو بردان. يلا تعا افطر. يلا ابني عود. يانغ يانغ، لسه راسك عم يوجعك؟ مو كتير، صرت أحسن. مو جوعان، رح روح. يانغ يانغ، خلصها قبل ما تروح. ماما. يانغ يانغ، عود عود، في عندي شي بدي أقولكن إياه، إلك ولأبوك، لو سمحت عود. يلا عود. يلا. في رحلة عمل بالشغل وبدي روح عليها، رح أبقى أسبوع. رحلة عمل؟ لوين؟ مرصد نانجينغ، بدنا نعمل فيه دورة أكاديمية. إيه، وكمان بدنا نناقش مشروع تعاون مهم، ولهيك بدي أبقى أسبوع كامل. طيب، رحلة عمل موفقة، لا تقلقي علينا، أنا وابني رح ننتبه على بعض. صار مشاكل كتيرة بالفترة الماضية، وبصراحة مشان هيك أنا قلقانة عليكم. ليك يانغ يانغ، بتمنى بفترة غيابي تحاول تكون لطيف وتتعامل بكل حب وود مع أبوك، وما تعمل مشكلة على كل كلمة بيحكيها معك. أنا بعرف إنه صرت كبير وتعبت من محاضراتنا، وفي كمان موضوع مهم بدي أحكي معك فيه هلأ. بدي تكتب اعتذار عن الخطأ اللي عملته، وتدير بالك وإنت عم تكتبه، وتروحوا تعطيه للمدرسة، ماشي؟ وهلأ انتهى الحكي بخصوص هالشي، يعني ما عاد بدنا نحكي فيه. يانغ يانغ، انت ابننا ومعنا اغلى منك بهالدنيا، ولما منعاقبك منعاقبك لانه منحبك ومنخاف عليك من انه تفشل. لما ابوك بيحكي معك كلام ما بيعجبك، تحمل شوي وما تجادله، بالنهايه هو اللي رباك. لك عن شو عم تحكي؟ نحن مالنا ولاد صغار. انت رايحة برحلة شغل وراجعة دغري، فلا تقلقي. انا امه، طبيعي اني اقلق على ابني. بتمنى لما ارجع لاقيكم انتوا الاثنين متفاهمين مع بعض ومو متخانقين وزعلانين من بعض. قول هي. ماما، انا امبارح فكرت كثير وعرفت غلطي، فلا تقلقي. أنا شبعت. كنتي دايما تقولي لي طور علاقتي معه خطوة خطوة وما استعجل، فليش قلتي هذا الحكي هلأ؟ ما في سبب، بس بصراحة ما بعرف ليش خايفة عليكم بفترة سفري. ليك جي، أنت لازم تدير بالك على يانغ يانغ كتير منيح، ما لازم يعمل غلط قبل امتحان القبول. وإذا صار شي حاول ما تعصب، وحتى صلح المشكلة بكل هدوء. إيه؟ لا تخافي، رح ضل هادي. كملي أكلك. خلصيها كلها. يلا لير، تعال. جيت.
صباح الخير. تعال اشرب شوية مي بليمون، ها؟ هاي بتخلصك من دوخة المشروب وبتريحك. يسلموا ايديك. شربها. عمي يوان، أنا غلطت، ما كان لازم اشرب كحول. لا ابني عادي، كل المراهقين بيشربوا مشروب على فكرة، بس لا بقى تعيد، ها؟ طيب. ها وينجي؟ وينجي؟ نعم. شو خلصتي؟ ايه. تتذكر وينجي معك؟ هي خالتي. ايه صح، بس شو كان اسمها؟ وينجي. وينجي. ايه وينجي. فان فان تعال هون ابني. جاي. عملت لك كاسة مي وليمون، هي راح تساعدك انك تتخلص من اثار المشروب. هي ريحتها مثل ريحة الكحول، ما راح اشربها. غلط. انت لازم تشربها مشان تصحصح، هي كتير مفيدة للجسم وحتى لازم تشربها كل يوم. لا ابن خالتي، انت لازم تشربها، هاي مياه الصودا، بعد ما شربنا الكبد بيمتص الكحول وبعدين بيدوب بحمض الاسيتيك، بيكسر توازن القاعدة الحمضية اللي بقلب المعدة. ماء الصودا محلول بكربونات الصوديوم، يعني قلوي، وهو وظيفته انه يحيد حمض المعدة بالمعدة. لهالسبب انت رح تتحسن بس تشربه. مو منطقي هالحكي، الليمون حامض، حمض المعدة كمان من الأحماض. بعتقد انه لير لساته سكران لأنه ما فهمت شي من كلامه نهائيا. درسناها بالكيمياء هاي. انت من وين بتعرف هالمعلومات؟ يلا اشربها. فهمتي شي انت؟ يلا اشرب. طيب ماشي. يلا صح. بسرعة. وينجي هون، وينجي هون، وينجي هون. يلا اشربون بسرعة. صباح الخير. صباح النور. يلا بسرعة لشوف. ممنوع تشربوا مرة تانية، سمعتوني؟ لساتكم صغار على المشروب. ليك وأنا بشرب كتير لأني كبير، ماشي؟ بس أنتوا لساتكم صغار على شرب المشروب. إيه بس أنا صرت كبير كمان. هاي بابا بيشرب مع عمو شياو. فان شكلك ما فهمت شو قلت لك مبارح، أنت لساتك صغير على الكحول. حتى لو كنت بالغ ما بيصير تشرب وتسكر وانت بهالعمر. برأيك عقلك تطور بالكامل شي؟ شوف اطلع على حالك، حاسس حالك تعبان ولا لا؟ يلا خلصت المحادثة، لازم روح على الشغل. يلا لير خود قشرة. مسيك. طيب. أنا رايحة، تأخرت على شغلي. باي باي. أوه صحيح، سؤال، نتائج الامتحان النصفي طلعت شي؟ لا خالتي لسه ما طلعت. ماما انت ليش ما بتسألي الأنسلي مثل كل مرة؟ الأنسلي بتقلك، ما رح تكذب عليكي. ايه فانج، انه تقلي الانسة لي شي وانه هو يقلي شي تاني تماما. امك معها حق. طيب انا بصراحة المرة الماضية ما استرجيت قلك علاماتي لاني ما كنت منيح بالامتحانات، بس هلأ بقدر قلك لاني بجيب 450. شو 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 قلت؟ بجيب 450. لير هو بيقدر يجيب هالعلامة؟ عن جد لير بيقدر؟ ايه خالته بيجيبها لانه راجعنا الاجوبة مع بعض. فان إذا عن جد جبت 450 أنا رح أعطيك مكافأة كبيرة ورح أحتفل فيك. أنت رفعت رأسي عن جد، أنا فخور فيك. يعني خلال شهرين بس علاماتك زادت 50 علامة بالضبط، ومن هون لكانون الثاني ممكن تزيد علاماتك، وبعدها ممكن تاخد 550، وبالامتحان الأخير ممكن تاخد 600، وبهالحالة بنختار الجامعة اللي بدنا إياها. فان حلمي الكبير رح يتحقق ورح تنجح نجاح بيطير العقل. لا 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 لا. روقي 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 روقي. متخيل يجيب 600؟ ايه وينجي خليني احكي شوي. بدي اشرح لك شو صار، اسمعيني شوي. هالتغيير كمي من 400 ل 450 تغيير كمي كمان، بس اذا تغيرت درجة لير من 700 ل 720 فهذا التغيير هو نوعي مانو تغيير كمي، صح؟ فهلا فانجي فان لازم يشتغل ويتعب كتير على تحويل التغيير من الكمي للنوعي، يعني النقطة اللي لازم تركز عليها هي التغيير النوعي. ابني رح يساوي تغيير نوعي وبسرعة. ايه اكيد اكيد. هو رح يشتغل ويعمل تغيير كبير. يلا روح على شغلك انت، روحي. يلا انا رايحة. باي. سوي على مهلك. ها ايه ايه. يلا قولوا لي بتحبوا المبيد الاحمر ولا البيره؟ عندي بابا حاجه تمزح معنا. كل طالب بيشوف مرتبته بناء على مجموع درجاته، ورجاء لا تعملوا زحمه. بعده 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 بعده. فان جيفان 456. ينجزي وين ترتيبك؟ ينجزي. واخيرا ما عدت اخر واحد. خلوني امرق بعد بعد شوي اذا بتريد. لو سمحتوا بعد لي بعد لي شوي، خلوني اطلع. لو سمحتي خليني امرق. لو سمحتي بعدي لي شوي. دازيونغ دازيونغ اسمع. انا طلعت منيح هالمره، يعني ما عدت اخر واحد بالطلاب مثل كل مره. وانت
خلاص يا انجزي لا تزعلي وتتضايقي، رح نكون احسن المره الجايه. قريبا رح خليكم تشوفوا اسطوره حقيقيه. عن جد؟ طمني، شفت نتيجتك؟ طلعت منيحه؟ نتيجتي ممتازه، تعال شوي. يا طلاب يا طلاب لو سمحتوا الكل يسمعني، اسمعوني، اللي طلع الاول بهذا الفحص هو انا. ها؟ شو؟ وابن خالتي لين لير اخذ المركز الاول، فخلونا نحييه. صفقوا. هاي هاي هاي، لازم تكونوا جديين وتصفقوا مثل العالم، ولا غيرانين منه؟ مو مشكلة. ابن خالتي أنا بدي استأذن منك، لازم روح الصف مشان أقرأ وراجع شوية دروس. بتقدر تروح. باي باي. ماشي. عادي، خد راحتك. فان جيفان، عفكرة أنت كتير مغرور، لير ما قال شي ولا حتى تباها، وأنت دوبك بالشعب التحضيرية فليش متحمس؟ وليش لحتى ما أكون متحمس؟ دازيونغ، شو بيقولوا؟ ولا قال لك هاي المخلوقة ما بتفهم بهالحكي، تعرفي أنت جاهلة كتير، هو بيكون ابن خالتي، ونجاحه يعتبر فرحة كبيرة لألي، بعدين أنا تقدمت، ورجيني؟ لكي هاي نتيجتك، نتيجتك أقل من 600 كمان. نتيجتي ما كانت ضمن 10% الأوائل، لأني ما درست منيح، بس بضل أحسن من رفيقتك ينجزي كمان ما طلعت من الأوائل. يا ينجزي؟ مستحيل، هي شاطرة كتير. مانك مصدق؟ طيب تعال اسألها. أنت شو مشكلتك بالضبط؟ شو؟ ينجزي لا تسمعي لها. فيكي تضحكي علي بس ما بسمح لك تضحكي على ينجزي. شو حكي؟ ينجزي؟ ينجزي؟ أنت منيحة؟ منيحة بس ما جمعت منيح بهذا الامتحان، هي أول مرة بجمع مثل هالمجموع. ايه مزبوط، بس هالشي عادي، ما فات الأول، المرة الجاية بتطلعي أحسن، لا تزعلي. مزبوط كلام. طيب أنا بدي أبقى لحالي شوي، تركوني لحالي. طيب روحي ينجزي. هاي استني ينجزي، أنت رايحة عن جد؟ كنت عم أمزح معك ينجزي. أعطيها شوية وقت، كانت رح تبكي لما شافت النتيجة. هذا كله بسببك أنت، ليش ضحكتي عليها لأنه ما جمعت منيح؟ ايه بس أنا ماني قصدي أني زعلة، آسفة أنا رايحة، بعدولي شوي. هاي يا أنسة، لا تركي راسك على البلور، إذا طلعنا على مطب بينخبط راسك. ما في مشكلة، تركني بحالي وما تاكل همي. سيدي، أنا مضطرة أخذ إجازة 7 أيام، وأنا حولت شغلي لزميلتي الموجودة بغرفتي لأنه عندها خبرة وبتعرف تمشي الشغل. طيب ماشي، ما في أي مشكلة، فلا تقلقي، روحي على المشفى وبس، واعملي العملية وارجعي لنا معفاية، شركتنا مو حلوة بلاكي. لا تقلق، مجرد عملية بسيطة. سيدي بدي أطلب منك طلب، أنا ما بدي زملائي يعرفوا بهاي العملية ولا حتى أني مريضة لأنه ما بدي ينشغل بالهم. طيب ماشي، ما رح أحكي لحتى أنت تحكي. منيح، شكراً كثير لك. العفو. عن إذنك، لازم روح هلأ مشان ضب أغراضي. طيب ماشي، يلا بخاطرك، مع السلامة. هاي يا أنسة، يا أنسة، انت إلك زمان واقفة هون، القبة السماوية سكرت هلأ، روحي وتعالي لهون بيوم تاني، برد كتير اليوم، فروحي على البيت أحسن. استاذ ما تخاف علي، أنا رح ضل شوي وبعدين روح. طيب أنا فايت لجوا، وبتمنى أنك ما تضلي واقفة كتير هون. أهلا وسهلا. أنا بحاكية. ماشي. خالي ليوجين. ينجزي، شو اللي جابك لهون؟ بصراحة أنا بحب هذا المكان، كل ما بيخطر لي شي بيجي لهون وببقى لوحدي وبفكر شوي. ما لازم تكوني برا المدرسة هلأ، غبت عن الدروس. طيب ممكن تقليلي شو صاير معك لحتى أجيتي لهون؟ بالحقيقة ما جمعت منيح بالامتحان النصفي وكتير متضايقة، ومن فترة تخانقت مع ماما وزعلت مني. ايه
بتحبي تفوتي لجوا؟ لا ما بدي، يعني ما بدي ازعجك بوجودي وضيع وقتك معي، انت عندك شغل. ابدا، عندي وقت فراغ. نشوف فيلم سوا؟ فوتي من هنيك. عن جد؟ ايه عن جد. شكرا كثير. من هنيك. ما في حدا غيرنا هون، تقدري تضلي قد ما بدك. شكراً خالتهم، هي أحلى هدية بتجيني هاي السنة، هالمنظر بيريح. طيب ليش منظر الكون بيريحك؟ أنا من زمان شفت برنامج وثائقي على قناة البي بي سي بيقول إنه لما منتطلع بالفضاء منكون عم نتطلع على أصلنا. حركة حياتنا مرتبطة بتحركات هالكون الكبير، ونحن أطفال النجوم الحقيقيين بهذا الكون. أنا بشوف الكون شي عميق وبيستحق التأمل، وعلم الفلك يلي بيدرس تحركات حياتنا عميق كتير وتفاصيله ممتعة وبينقلنا لعالم تاني. ونحن خلال البحث بالكون منحس قديشنا صغار بالنسبة لهذا العالم. لما منبحث فيه منعرف إنه حياتنا محدودة، وبنفس الوقت كمان منحسها غير محدودة، وهذا الشيء يلي بيجذبني إله كتير. بس المشكلة إنه ما بقدر ضل عم بتأمل فيه للأبد، يعني لما بيرجع عقلي للعالم الحقيقي بتحاوطني كتير شغلات مزعجة، مثل الامتحانات ومثل ماما. سمعت إنه أدائك بالمدرسة منيح، مو مشكلة إذا طلعتي بامتحان مو منيحة، يعني بتقدري تعوضي بالامتحان يلي بعده. وبلكي ما قدرت تعوض بالامتحان يلي بعده. وقتها بتستسلمي. بعدين مين قال إنه لازم تجيبي أعلى علامة بكل مرة؟ بصراحة أنا اليوم سألت حالي نفس هذا السؤال، مين حط لي هالمقياس؟ المدرسة وماما هنن بس يلي حطوا لي هالمقياس السخيف. خلوني أخذ أعلى علامة بكل مرة بقدم، وأنا عن جد تعبت كتير. اسمعي حبيبة قلبي، أنت اللي لازم تحددي رغبتك، مو حدا تاني بيحددها. لما بتوصلي لعمري رح تعرفي إنه في مقاييس ما رح تقدري تطبقيها. طيب أنا إمتى رح أقدر أفهم هاي الحياة صح؟ قليلي بالأول، أنت أي حياة بدك؟ بصراحة ما بعرف شو بدي، بس بتمنى ما أعيش تحت قيود وشروط معينة كل عمري، وأقدر استمتع بحياتي وعيش حرة مثل ما بدي. وحتى بتمنى تكون حياتي مختلفة عن حياة الناس التانية. وليه ما بدك تعيشي مثل التانيين؟ مو لأنه الموضوع سيء، قصدي الناس بيقولوا إنه الروح المثيرة للاهتمام فريدة من نوعها وجاذبة للعقل بشكل كبير. وبصراحة أنا حبيت تكون هي الروح المثيرة. كتير ناس بتتسوق أونلاين وقليلين اللي بيجوا بيتسوقوا من المول. بعرف انتو الاثنين بتقدروا ترتبوا خططكن للعب، نحن عم نحتفل بإنه لير طلع الأول. على فكرة لير كتير رائع، أنا عن جد فخورة فيك. كمان بدنا نحتفل لنشجع فانجي فان اللي زادت علاماته 50 علامة. لا ماما 57. بعرف إنه 57. انتي وعدتيني بمكافأة، ما تنسي هالشي. صح. طيب رح اتسوق شوي مع أبوك، فشو خطتكن هلا؟ قولوا لي شو حتعملوا. مخططين نلعب ألعاب فيديو. إيه؟ طيب خلي موبايلك شغال، نيجي لعندك بعدين. ماشي. إيه؟ يلا لير. يلا بسرعة. تعال تعال يلا. عم هالكون عم هالكون. طلع الأولاد كتير فرحانين. عن جد لير مجتهد بدراسته، هالصبي رائع. كأنه فانجي فان عم يتعلم منه، يعني هالمرة علاماته زادوا والمرة الجاية رح يزيدوا ويصيروا مية. لا خلص بقى حاج تحسبي، مو ضروري يزيدوا 50 كل مرة، يمكن يجيب أقل. إيه خليني متفائلة. يلا يلا سكو صيبه يلا يلا سدد عليه يلا يلا صيبه صيبه
لا برافو عليك. Thank you.